أهلا بكم من جديد. نفت الحكومة اليمنية مغادرة الحوثيين ميناء الحديدة قائلة إن وجودهم العسكري مستمر في الميناء ومحيطه. وكان الحوثيون قد أعلنوا أن السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر آلت إلى قوات خفر السواحل والإدارة السابقة للميناء وبتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي. ويعد الانسحاب من ميناء الحديدة جزءا أساسيا في اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ يوم 8 من ديسمبر كانون الأول الحالي. اختلفت التفسيرات بشأن الوضع في ميناء الحديدة غربي اليمن، فبعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة بدء عملية الانتشار من الميناء من قبل الحوثيين وتسليمه لخفر السواحل، جاء الموقف الحكومي لينفي بشكل تام أي انسحاب للحوثيين من الميناء. وأكد الجانب الحكومي أن تصريحات الحوثيين حول إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي إلى فشل الاتفاق حسب الحكومة. طرف الحكومة قال إنه خلال اجتماع الجمعة مع باتريك في الحديدة تسلم الطرفان طلبا بتقديم تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم على أن يسلم في اليوم الأول من العام الجديد 2019. الحوثيون من جانبهم كانوا قد أكدوا انسحابهم من ميناء الحديدة وتسليمه لخفر السواحل بإشراف أممي، معتبرين هذه الخطوة تأكيدا ودعما للسلام. وأمام هذا الحال المتناقض يتوقع مراقبون احتدام الخلاف على الأرض إن استمرت حالة الغموض في بعض بنود تفاهمات ستوكهولم. تنفيذ الاتفاق بحاجة إلى آلية تفسيرية أكثر وضوح حتى يتسهل تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. أما بالنسبة للأطراف اليمنية فمن الطبيعي عدم وجود الثقة بين الأطراف اليمنية، ويجب على الأمم المتحدة القيام بدورها في تعزيز هذه الثقة من أجل تسهيل وإنجاح هذا الاتفاق على أرض الواقع وتطبيقه، وإلا فإن الوضع سوف يعود إلى مرحلة ما قبل الاتفاق وربما أسوأ لا سمح الله. وبالتوازي مع خلافات ميناء الحديدة شهد ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين خلافات مماثلة، فالحوثيون كانوا قد اتهموا حكومة هادي بنيتها التنصل عن هذا الملف وأنها تطالب بالإفراج عن عناصر تنتمي لتنظيمات محظورة، فيما الحكومة بدورها اتهمت الجماعة بإنكارها مصير حوالي 3000 معتقل لديها. الملفان الرئيسيان اللذان مثلا صلب مشاورات السويد مهددان بالتعثر، ويمثلان الآن اختبارا حقيقيا للأطراف على طريق عودة السلام من عدمها. خليل القاهري، التلفزيون العربي. من صنعاء معنا عبد الباري طاهر المحلل السياسي. أستاذ عبد الباري أهلا وسهلا بك معنا. أين يضع هذا التشكيك من قبل الحكومة وتفنيده من قبل الحوثي ما يفترض أنها إجراءات بناء ثقة بين الطرفين؟ واضح جدا، بناء الثقة هي الأساس والخطوة الأولى باتجاه الحل. مسألة قضية الحديدة قضية القضايا، لأن قضية الحديدة النجاح في قضية الحديدة يؤشر للحل الشامل. الحديدة بوابة إما إلى الحل الشامل أو إلى حرب مستدامة. والصراع الآن من حول الحديدة أن كل طرف يراهن أن يكون هو الحل، ومعجز كل طرف أن تحقيقه بالحرب يريد تحقيقه بالسلام. لكن قضية الحديدة ومسألة الأسرى ومسألة تعز مسألة خطوات تعميق الثقة، وإن كانت خطوات جزئية ومؤقتة لكنها هي ستضع الأساس لحل. طيب لا اختلاف في ذلك، لكن هذا التشكيك والتفنيد من الجهة المقابلة أين يضع هذا المسار إذا كان المأمول هو حل المستدام بعد الحديدة؟ الواضح أن كل طرف الآن يتمسك بنص يعني فيه قدر من الغموض، فيه قدر من الإبهام، كل طرف يؤوله بما يستجيب لمصالحه الخاصة. الأنصار الله يعني يفسر النص على أساس أنه يعني الإدارة المدنية الحالية، بينما الشرعية تذهب بالمسألة إلى ما قبل 2014 وتصر أن النص يعني القوى المحلية المدنية التي كانت موجودة قبل 2014.
وعلى كل حال هذه المسألة الأمم المتحدة المبعوث الأممي يتحملون مسؤولية كبيرة جدا. لكن هل يمكن تحميل المبعوث الأممي وعلى حل يستجيب سيدي المبعوث الأممي جريفيث أو أيضا الجنرال الهولندي الذي أوكلت له مهمة مراقبة عملية السلام، هل يمكن أن يتحملا وحدهما المسؤولية في ظل تمسك كل طرف كما تتفضل برؤيته؟ لا، يعني المجلس الأمن والمبعوث الأممي في صورة دلالة الصياغة للنص الملتبس والمبهم، فلا بد بالفعل أن يكون في هناك وضوح كامل في من في ماذا يعني النص. ثم أيضا هي مسألة الحديدة ومسألة اليمن كلها مسألة لازم من التشارك، لازم كل الأطراف وطرفي الصراع لازم تقبل بقبول بعض وبالتشارك أيضا في إدارة ميناء الحديدة، في الوجود على الأرض في المدينة، وهذا سيمهد لحل شامل. شكرا. بموجب الإطار العام المقدم من الأمم المتحدة والذي يقدم حل شامل للقضية اليمنية ككل. شكرا سيد عبد الباري طاهر المحلل السياسي من صنعاء.